السلام عليكم. في موقع اسمه بيكس ارت، ده ممتاز جدا، استعنت بيه في شويه حاجات. في مثلا لو انت عايز تعمل حاجه مثلا للفيسبوك، فبيجيب لك حاجات كتيره جاهزه، هي تقدر تختار مثلا عايز تعمل ستوري، عايز تعمل بروفايل كفر، حاجات خاصه بالانستجرام، تويتر، سناب شات، كل دي حاجات سوشيال ميديا. انا استعنت صراحة بحاجات في اللينكد ان. طيب الماركتنج، تمام، لو انت عايز تعمل بوستر، عايز تعمل فلاير، عايز تعمل بلوك بلانر، وهكذا، حاجات بيرسونال، فلاير، بوستر، كل الحاجات دي بيجيب لك المقاسات بتاعتها. اول ما تختار حاجه بيبدا يخش لك عليها، وتلاقي تولز سهله تساعدك في التصميم. يعني ممكن تعمل ابلود لصوره عندك، يبدا ان هو يعمل لك في ديزاينات جاهزه تقدر تختار منها، ده اللي اوت، تقدر تختار اللي اوت في تمبليت جاهز، مجرد تدوس عليه يبدا ان هو يحطه لك هنا مثلا حاجه بالشكل دوت، وبقى بس ان انت تغير صورة، مجرد تسحب وتحط هيبدأ ان هو يعمل لك صورة حاجة زي كده. وقف على اي حاجة تقدر ان انت تعدلها، يعني وقفت على تكست تقدر ان انت تعدل، تقول مثلا موظف الشهر، فرض ان انت عايز تخليها بالعربي اهي، وتقدر تعمل محاذاة ليها. كل صورة تقف عليها هيبدأ يديك ان انت تعمل ريبليس او ان انت تعدل فيها. دي الليرات اللي موجودة، ممكن تختار اي صورة وتبدأ تسحبها، يبدأ ان هو يبدل لك الصورة. وبذلك تقدر تحط تكست، تقدر تعمل تعديلات في الخلفية مثلا اهو بالشكل دوت، ده طبعا لو انت عايز ترفده يعني. تمام، في حاجات للطباعة، في حاجات بيزنس، ففي حاجات للفيديوهات. تمام، تقدر تختار مثلا ستوري فيديو، تقدر ترفع صور او فيديوهات وتبدا ان انت تحطها على المقاس اللي انت عايزها، تقدر تعدل في الصوت، في شويه امكانيات كويسه في البرنامج. فبتلاقي فوق مثلا انت باتش اديتور، لو انت عندك مثلا 50 صوره وعايز تعدل مثلا السايز بتاعهم كلهم مره واحده، او عايز تغير خلفيه، عايز تعمل اي تعديل، ممكن تقول له انا عايز اعدل فيهم كلهم مره واحده، فيقول لك ارفع الصور اللي انت عايزها، وهو يبدا يعدل فيهم لحد 50 صوره. التعديلات سواء في الفيديو، عايز تحط تكست الفيديو، عايز تعمل كروب فيديو، عايز تعمل ريسايز، في حاجات كتير جدا للفيديو. في برضو تحويل صوره لكرتون، عايز تعمل صوره جديده، تمام، بالذكاء الاصطناعي برضو موجوده، اي اي ايمج جنريتور، تقدر تكتب اي حاجه وهو يحولها لك لصوره زي الميد جورني، بس طبعا مش بنفس القوه بتاعته، بس هي نفس الفكره. تقدر تكتب مثلا قطه بتطير وهكذا، يبدا ان هو يكون لك صوره. فالميزه ان الموقع اونلاين ومجاني، ممكن يكون فيه نسخه مدفوعه، تمام، لكن اهي دي لو انت عايز تعرف الاسعار كام. الفري هوت ده اللي انا شغال بيه، تمام، لو انت عايز امكانيات اكتر بيبقى $5 في الشهر.